السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما نجام شانيل. جيسبر إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم ولا الوصفة ديال اليوم غتكون وصفة لسن الأربعين وأيضا الخمسين، وصفة غزالة، وصفة غتحيد لكم التجاعيد، أيضا غتشد لكم البشرة، غتحيد لكم النمش والكلف، أيضا جميع المشاكل اللي كتواجهها البشرة ديالكم أو لا الوجه ديالكم. فيا ربي تجربوها وتردوا علينا في خانة التعليقات. ودابا يلا ندوزو المكونات وطريقة التحضير. بالنسبة للمكونات غتحتاجوا البودرة ديال الحلبة تكون يعني مطحونه على حقها بطريقه يعني تكون بودره، تخلطوها مع الماء حتى يصبح لكم الشكل ديالها على هذا الشكل هذا. ايضا غادي تحتاجوا البودره ديال الفول، الفول العادي اللي كنديروه في البيصاره ديالنا وفي المأكولات ديالنا العادي، لانه بزاف السيدات سولوني في اخر فيديو يمكن، فالفول غادي تاخذوه غير ديال الدار يعني العادي اللي تنديروا به جميع الوصفات ديالنا. هنا طحنتو كيف ما كتشوفوا كاينين شي كريات باقيين ما مطحونينش بزاف، دونك غير هرمشوه، ما تحاولوش تطحنوه بزاف يعني لو ماكسيموم، حاولوا تخليو فيه يعني شي شويه ديال يعني هكذا يكون مهرمش كيف ما كتشاهدوا في الفيديو. ايضا غادي تحتاجوا المورد، هذا ديال لامارك اوليا كار اللي كنت خديته من عند واحد لاباج فيسبوك اللي ديجا كنهضر لكم عليه وكنستعملو في جميع الوصفات حاليا. ايضا غادي تحتاجوا زيت الليمون، هذا ديال غاسين فيتا، الثمن ديالو كيدير 43 درهم، غادي تلقاوه في جميع لي بارافارماسي وايضا لي فارماسي، السعر ديالو زوين مقارنه مع المزايا اللي فيه والفوائد اللي فيه للبشره. دابا غادي ناخذ الاناء ديالي ديال الحلبه اللي ديجا يعني هي كانت بودره، كبيت عليها الماء ورد اولا الماء والشوا اللي بغيتو. دابا غادي ندير الفول اللي حتى هو في بودره، كيجي لونه على هذا الشكل هذا. من بعد غادي نوضع بعض القطرات ديال الماء ورد، ومن بعد غادي نوضع بعض القطرات ديال زيت الليمون اللي غادي تلقاوه في جميع لي بارافارماسي وايضا لي فارماسي، دونك الشكل ديالو كيجي على هذا الشكل هذا. غادي نخلط جميع المكونات ومن بعد ان شاء الله نرجع لكم. وبعد ما خلطت جميع المكونات دونك وضعت بعض قطرات ديال الزيت الليمون الاساسي غتلقاوه في لي بارافارماسي وايضا في لي فارماسي، وضعت بعض القطرات ديال الماء ورد الطبيعي 100%، وايضا وضعت واحد جوج معالق حتى المعلقه صغيره ديال الفول اللي يكون بودره، غادي تلقاو فين ما مشيتو. ايضا وضعت الحلبه اللي كانت عندي ديجا مخلطه مع الماء اللي كتكون بودره. من بعد صباح عندي هذا الخليط هذا، غادي تطبقوا هذا الماسك على الوجه ديالكم كيف ما كتشاهدوا، دونك بحال هكذا، غير نتوما في بلاصه ما تطبقوه على اليدين ديالكم غادي تطبقوه على الوجه ديالكم لمده نصف ساعه او ثلث ساعه على حساب التجاعيد واش كثيره ولا قليله. الا كانت كثيره كنصحكم انكم تعملوه نصف ساعه بالكامل، ايضا تعملوه تحت العين ماشي مشكل، لانه استعملنا الماء ورد استعملنا زيت الليمون غادي يساعدكم باش تحيدوا النمش والكلف، ايضا التجاعيد بواحد النسبه ديال 99%، لانه هذه الوصفه 100% كتحيد التجاعيد من الاستعمال الثاني الا كانت يعني فيكم تجاعيد كثيره وحاده كيف ما تنقولوا. فيا ربي تنال الاعجاب ديالكم هذه الوصفه، لانها غزاله بزاف، غنيه بزاف الحويجات اللي غادي ينالوا الاعجاب ديالكم وغادي يستافد منهم الوجه ديالكم 100%. فنتمنى تجربوها وتردوا علينا في خانه التعليقات. شكرا لكم على حسن المتابعه والى اللقاء.